pu repérer 62. Rien, monsieur Loueli, la prospection de 2 mois, 5 mois, on va fouiller sur 1000. C'est hectare. Et là, c'est la phase 1. بعد الاستخراج سيتم الاحتفاظ والحفظ لهذه الآثار هذه ويتم توثيقها لا سيرتيفيكاسيون دو تو لي فيستيج هيستوريك اللي راح يتهزوا من هنا ومن بعد يتم النقل الى الحديقه الاثريه. شفتوا انه كل هذه الفترات لا تتعدى 8 اشهر ابتداء من اليوم من انطلاق في العمليه الى نهايتها من 8 اشهر. استخراج الحفريات لا دوكيومونطاسيون سادير باش ندوكيومونتيو كاليتيك المواقع اللي تم اكتشاف تاعها خلال عمليه المسح الاثري في 2017 اللي عثرنا عليها على 62 موقع اثري ودرنا تما اللي اون ديسيدي باش نديرو الحفريات والاسبار الاثريه. اون فوا نكملو الحفريات نرفدو كامل اللقى الاثريه والمواقع هذوك راهي راح تكون الاولى راح نديرو لا ديبوز سادير نحو المواقع هذوما ونقلوهم للحديقه الاثريه.